نرجع بقى للكلام اللي شوف انا بحب كلام قداستك الحلو. بس نرجع للكلام الصعب. مهم جدا انه السؤال الذي لا يخفى او لا يخفى في يوم من الايام ان يسال اذا ما ذكرت المؤسسات الدينيه. والحقيقه النهارده بقى بقينا بنقول الكنيسه والازهر، اين قانون الاحوال الشخصيه؟ قانون الاحوال الشخصيه هيستتبعه كثير من الاسئله. عايز اسال قداستك عن اوضاع الاسره، بس هو زي ما نعتقد احنا، هل هو معطل بسبب ان الكنائس لم تتفق على تفاصيله بعد؟ قانون الاسره للمسيحيين تم وضع بنوده منذ عده سنوات، واشتركت كل الكنائس في مناقشته، وفي جلسات كانت بحضور رؤساء الكنائس. يعني انا كنت حاضر، وغبطة بطريرك الكاثوليك كان حاضر، وجناب القس أندريا كان حاضر، وممثلين عن الكنائس اليونانية والسريانية والأرمانية، ومع لجان قانونية في مناقشة بعض البنود. هو خد وقت طويل في المناقشة، وبعد كده قدم لوزير العدل، وزارة العدل. ثم الوزارة شكلت لجنة بالمشاركة مع الكنائس، وابتدوا يعيدوا صياغة ويعيدوا مناقشة في كل تفاصيله. وبعد ما بيكتمل في الحكومة وجهات كثيرة تبدي برأيها، مثلا المجلس القومي للمرأة لازم يبقى له دور، مجلس الطفولة والأمومة عشان قضايا لازم يبقى له دور. فكل وعشان ما يطلعش قانون يعني متعارض مع قوانين أخرى أو متعارض مع تفاصيل الحياة اللي بالتأكيد اتغيرت كتير جدا طبعاً عن القوانين القديمة. هو دلوقتي اكتمل وفي مجلس النواب لمناقشته وإقراره. يعني في المرحلة الأخيرة بالنسبة للكنيسة، بالنسبة للمسيحيين. بس الانتظار كمان عشان في نفس الوقت بيعد قانون للأسرة المسلمة وبيناقشوه، وبرضه بياخد خطواته كلها. واعتقد ان رغبه الدوله ان الاثنين يطلعوا يا بعض، ودي حاجه حلوه. هيبقى قانون يطلعوا، مش قانون واحد كل قانون لوحده، لكن يطلعوا في زمن واحد. عاوز اسال قداستك عن ملف الاسره المصريه. قداستك قلت انه لمده عام هتفضل تلقي عظاتك للاسره المصريه، الاسره المسيحيه. الى اي مدى احنا كمجتمع شايفين، وانا بنقل لقداستك وجع عام، يعني انه في حاله من التفكك وحالات الطلاق مرتفعه جدا في كل الاديان الحقيقه. في حاجه مش مظبوطه، ايه سببها في وجهه نظر قداستك؟ وايه حلولها اللي ممكن تقدمها المؤسسات الدينيه؟ سؤال حضرتك يعني شقين. احنا في يونيو الماضي كان عندنا اجتماع ويا اسقفه المهجر، الأسقفة الأقباط اللي موجودين برا مصر. فواحنا بنتناقش في بنود الاجتماع ظهرت مشكلة يعانوا منها في المهجر، وهو تأكيد القوانين المحلية هناك على الجنسية المثلية، الهوموسيكشواليتي والسيم سكس ماريج. وطبعا دي حاجة مرفوضة تماما في الكنيسة، لكن بقت بإصرار في المدارس في ولايات كتيرة وفي دول كتير، وبقوانين وده سؤال فرعي بس لازم اسال قداستك، بتواجهوها ازاي وتحديدا في كنائس ما هو ده امر مرفوض وبجواره ما يحدث في الاسره. ان الاسره ده الشق الثاني بقى، ان الاسره بتتفكك بسرعه او ما بتتمش او ما بيفهمش هو وهي ازاي يعيشوا ويا بعض. فقلنا طيب يلا نعمل برنامج طول السنه اسمه كده My Family is Holy، أسرتي مقدسة، ونطبقه جوه مصر وبره مصر، ونطبق في كنايسنا إزاي نوعي الشباب والشابات والأزواج والزوجات إزاي إنه يفكر في الارتباط. مشروع تكوين الأسرة أو الزواج أخطر مشروع في حياة الإنسان، لأن الإنسان بيربط حياته بآخر، وإذا ما كانش دارس لهذا المشروع كويس. ده الواحد لما بيجي يعمل مصنع ولا ورشة حتى بيقعد يدرس قبلها شهور، ويجيب ناس ويجيب خبرة ويجيب ويبتدي ازاي وهيسوق ازاي، يعمل عوامل النجاح. فاحنا ابتدينا في التوعية دهيت،
لكن في نفس الوقت ابتدينا نحط في كنايسنا ومن وقت كتير برامج ومناهج لإعداد المخطوبين وإعداد المتقدمين للزواج. هل الإعداد ده بيمنع حالات من الانفصال بقدر كبير قداستك قادر تلاحظ، ولا تغير المجتمع فتغير الناس؟ يعني برضو أكمل لحضرتك، هو مش بيمنع، لكن هو لما بيبقى اختار أحيان يكتشف أن اختياره كان خطأ من خلال البرامج دي. يوم هو في سكة وهي في سكة من البداية. دي حاجة كويسة على فكرة. خطوبة تتفك أحسن من جوازة طبعا. وبعض الناس بيتعلموا إزاي يختار. يعني مثلا من القواعد اللي بنحطها بنقول له إيه، اختار أم صالحة لأولادك. يعني مش مجرد أشوف بنت شكلها لطيف وخلاص، ده أنا أختار واحدة بشوفها هتبقى أم صالحة لأولادي، وانتي اختاري ايضا اب صالح لاولادك. يعني خلي مدى التفكير مش بتاع النهارده، قدام بتاع سنين.